المغرب مختلفة عن كوت ديفوار. كوت ديفوار فرقة اجريسيف وقوية بدنيا وعايزة التحامات، فانت بتحاول تهبط الريتم بانك تدافع وتلعب على الهجمات المرتدة. المغرب لو انت دافعت قدامها هيعاملوك معاملة الإيماء، لان هم بيباصوا بسرعة قوي، فصعب انك تلعب نفس الجيم الدفاعي بنفس الشكل ده، انت محتاج تمسك كرة اكتر متهيألي، صح ولا لا؟ الطريقة الدفاعية بتاعتنا دي تقدر تتعامل مع المغرب بشكل اخر او بطريقة او بطريقة تفكير تانية، يعني قول لي رأيك. دي هتتوقف يا زيزو ان انت لازم تكون مجهز بلان اي وبلان بي واكتر من حاجه، لان انت برضو لازم تفرض النهارده ان هاليلوفيتش مثلا، افرض هو اللي لعبك بالاسلوب اللي انت لعبت بيه النهارده كوت ديفوار، بس صعب لان هو كده كده هو مدرب من المدربين اللي بيحب الاستحواذ ويفرض، وعاملينها بشكل سوبر في البطوله. انا بقول لك لازم تكون مجهز نفسك للسيناريو ده. افرض النهارده هو هيسيب لك الكوره هسيبها له انا كمان.